بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. الدرس الثاني في تصنيف الفطريات. ينقسم الفطريات حسب نظام تغذيتها إلى 3 مجموعات: فطريات العفن وتكلمنا عنها في الدرس السابق، وفطريات الطفيلية، وهذا اللي إن شاء الله اليوم راح نتكلم عنه، والقسم الثالث الفطريات التكافلية، وإن شاء الله راح نتكلم عنه في الدرس القادم. الفطريات الطفيلية تعيش على النباتات والحيوانات الحية، وتقوم بامتصاص الغذاء من أنسجتها، ذلك تؤدي إلى أضرار جسمية للإنسان ومحاصيل كالبياض الدقيقي. طبعا هذا نوع من أنواع الفطريات اسمه البياض الدقيقي، وأيضا نوع آخر اسمه صدى القمح، يوجد في كمية كبيرة من القمح ينتج عنه نوع من أنواع الفطر اسمه صدى القمح، وهذه بالعادة تؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض الجلد كما أثبت العلماء في كثير من البحوث. هذا أهم الأشياء التي نقدر نذكرها في الفطريات الطفيلية بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.